أكثر من 700 طالب وطالبة تمكنوا من العودة إلى مدارسهم بعد أن تبنت دولة الكويت إعادة تأهيل 3 مدارس في ناحية الجوير التابعة لقضاء مخمور جنوب شرق نينوى. مدرسة شيخالة إحدى هذه المدارس والتي تم افتتاحها لتحتضن الطلبة بعد أن كانت خارج الخدمة لمدة 4 أعوام. جهود دولة الكويت هذه جاءت تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، قائد العمل الإنساني، وضمن حملة الكويت بجانبكم. نسعد اليوم بافتتاح إحدى المدارس التي تم ترميمها في محافظة نينوى ضمن سلسلة من المدارس الأخرى التي من المؤمل إن شاء الله أن يتم افتتاحها في غضون الأسابيع القادمة، مواصلة لدعم دولة الكويت للقطاع التعليمي لأهمية مواصلة أبنائنا الطلبة في محافظة نينوى وتلقيهم التحصيل الدراسي. اجتمعنا مع الطلاب ومع الأساتذة وأولياء الأمور والمسؤولين في وزارة التربية، وفضل الله عز وجل كان افتتاح رائع، وفضل الله عز وجل الكل فرحان، وتم توزيع الحقائب الدراسية للطلبة والطالبات، وإحنا الحقيقة فرحانين معهم بهالفرحة هذه. تربويون أكدوا أن أكثر من 1000 طالب وطالبة كانوا يعانون صعوبة في مواكبة المراحل الدراسية بسبب قلة وجود المدارس في الناحية، لكنهم تمكنوا اليوم من ارتياد مدارسهم من جديد بفضل جهود دولة الكويت ودعمها للقطاع التربوي. كانت مدرسة مدمرة متهالكة جدا، كانت الطلاب تعيش فيها أوضاع مأساوية، بعد هذا الترميم سوف تكون لها مردات إيجابية في رفع المستوى العلمي للتلاميذ. طبعا نشكر كل من سعى وبادر وشارك في هذا العمل. وبحسب الإدارة المحلية لناحية الجوير فإن وحدات إدارية في هذه المنطقة تعرضت للتدمير إبان سيطرة ما يسمى بتنظيم داعش، ومن بينها المدارس. عودة الحياة الطبيعية للقرى التي تهجرت من جراء عمليات عصابات داعش الإجرامية ما ممكن أن تكون بدون توفر المرافق الأساسية ومنها المدارس، فإعادة ترميم هذه المدارس هي عودة استقرار الأهالي في القرى وإعادة الحياة إليها. هذا الدعم ضروري جدا وحيوي جدا لرجعة الحياة إلى حالتها الطبيعية بعد أكثر من 4 سنوات من التهجر. صرح جديد وبصمة جديدة تقدمها دولة الكويت في دعمها للقطاع التربوي من خلال افتتاح العديد من المدارس التي ستعود بالنفع على آلاف الطلبة. من قضاء الجوير، عاصم الحمداني، تلفزيون دولة الكويت.